نتحدث في هذا اليوم أيها الأحباء عن حياة المحبة، المحبة التي بدونها لن يرى أحد أخر، لأنه هكذا قال: المحبة لا تصبر أبدا. المحبة التي بدايات النابعة من القلب ونحفظ وصياه، وهكذا قال الرب: حينما نفوا الضيار فهو يحمينا ولا نظر. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين ويقضوا الله ويقضوا الله. لابد أن نقدم الحب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمة جمع إن شاء الله. كنا قبل الصلاة بنتكلم عن المجموعة اللي ضابط عليهم. هم قبضوا على 3 من أعمامنا، خال جابر وأخوي مساعد. ما بنعرف ليش خدوهم أو وين مكان، ولا حتى عارفين إن كانوا عايشين أو ميتين. مساعد قبل العملية الأخرانية كان قلقان يحضروا بيه، وهيهم عملوه. ما تلاقوش، هم أكيد عايشين. النظام مش غبي عشان يضحي بيهم ويضيع ورقة الضغط اللي بيضغط بيها عليكم. بصوا يا شباب، زي ما النظام بيضغط إحنا كمان لازم نضغط ونعملهم بنفس الطريقة. بس هالشي ممكن عطل مفاوضات الإفراج عنهم. لو الرد كان غلط وارد ده يحصل، لكن لو كل حاجة اتنفذت بالحرف الواحد كل حاجة تبقى تمام. ازيك يا مساعد؟ علي باشا، اهلا وسهلا، اتفضل. طولت الغيبه يا راجل، قلت لما اسال فيك الخير يا باشا. وما انت زي الفل اهو وعايش ومتصل بالعالم، امال اخوك بيقول عليك ممسوك ليه وعاملك شهيد. معلش يا باشا، عجله على جده شويه. فاكر لما تهرب مش عارف اجيبك؟ ده انت من رجالتي يا مساعد. مضبوط يا باشا. قوم اجهز علشان في شغلانه ما يعملهاش غيرك. ايوه حاضر، بس من غير بس. حاضر. تأمينكم ده دور الدولة مش دور حد تاني. يا ريت الكنترول يقول لي لو مساعد وزير الداخلية بقى معانا على التليفون ولا لسه. أتمنى إنه يبقى معانا يعني. وبعدين يا أستاذة ليلى، إحنا دايماً بنقول وبنحذر وبنطالب بتجديد الأمن على الكنايس، لأن مش دي أول مرة يحصل علينا اعتداء زي كده. لكن يبدو إن وزارة الداخلية مصدقة إن إحنا عندنا أسلحة مخبينا، وقالت لك هم يحموا نفسهم بنفسهم.
يا فندم انا عايز اوضح لسعادتك نقطه. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمه دي استثنائي لان عارف انت ايه وعارف كويس انك هتسمع الكلام اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم مفهوم سعادتك. بنشكر الباحث والمفكر القبطي روبير رزق الله. شكرا شكرا. خليكم معانا راجعين من بعد الفاصل. ابعتيلي ليلى المحقوق. لسه ما جاتش يا فندم. اول ما تيجي ابعتيها لي بسرعه. تحت امر. الو. ايوه يا علي. كنت بقيت فين امبارح؟ بابي سأل عليك. في الشغل. بتتعب قوي. طب اسمع، الليله دي عيد ميلاد سليم. سليم مين يعني ايه يا علي؟ انت هتستعبط؟ يوه هتيجي. ريمان ريمان سيت شوكوزيت. من دي سيت شوكوزيت؟ diye çok korktum çok. Sana söz vermiştim. İyi misin? Evet, evet iyiyim. Senin yanındayım ya şimdi. Elini tutuyorum, çok iyiyim. Alo? Sultulo? Bueno, hala. Anda bu oda? Ben bismak. Kalsu Ali. وهي جيبوا لي اياها نتصرف معها. ماشي. Seyahate gittiğin gün senden o kadar çok haber bekledim ki. Telefon bekledim, telefon edersin diye. Ama etmedin. O kadar korktum ki haber alamayınca senden. Sonra bana çizdiğin o fotoğrafa baktım, o resme. Ama o sadece resim değildi benim için. Altına yazdığın yazıyı okudum. Neredesin Rimon dedim. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Neden? Özür dilerim. Zor bir seyahatteyim. Tamam, 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 tamam. Buradasın, sen buradasın. Önemli olan benim için şimdi bu. Sen buradasın. Sen iyisin, ben de iyiyim. Oda servisi mi? Ah, oda servisi, unuttum. Burada kalamazsın. Haydi. انت صحيت يا علي؟ انا صاحي من بدري يا امه. رحت البلد الصبحيه صحتني، بقالي زمن ما شمتهاش. يا رب كنت نمت زين يا ولدي. انا نمت نوم يمه ما حصلش من سنين. اصلي طلبت من عمك علي ان يطفي مكنه الري وما يشغلهاش ابدا الا لما تاخد انت راحتك في النوم. اباه والراجل ارضه تعطش يمه؟
ان شاء الله تبور حتى يا ولدي. المهم انت يا حبه عين امك تاخد مزاجك وراحتك في بيتك. ده انا متوحشه الجو يا علي، هون يعني بشوفك كل يوم يا ولدي. معلش يا ماما معلش، مشاغل. وانت عارفه ابنكم مسؤوليات وبقى. روح روح، ربنا ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه يا علي يا ابن بطني. فاكر فاكر يا علي وانت صغير لما كنت اقعد اكبس لك كده في ظهرك، وكان ابوك رحمه الله عليه يتغاظ ويقول لي يا مره يا مره اللي ما عملتها لي مره في حياتك؟ اقول له لا علي اولى، اني امي وطول ما اني عايشه لازم اهنن واريحه. امال يعني لما اموت من هيعمل لك كده؟ حسك في الدنيا يا امه، حسك في الدنيا وحسك قبليه يا امه. ايه ده كله يوم؟ فطورك يا ولدي واكل وميتك وفوطك بيتجهزوا لك ويقولك لحد هنا زي زمان. انت نسيت ولا ايه يا ولدي؟ الظاهر نسيت يوم. ليه يا ولدي؟ يا مرضك ما بتعمل لكش كده؟ بتعمل يوم بتعمل، بس انت عارفة بنات مصر عاد ما بين شغلها والواد الصغير والوقت عندنا ضيق مش زي هنا براح. هاتها تقعد معايا شهر ولا اتنين. ده ولدك متوحشه له قوي يا علي، تاني ما شفتوش من يوم ما اتولد يا ولدي. شهر ولا اتنين؟ ايوه يا ولدي ايوه. بقول لك ايه، قول لامي بتقول لك تعالي واني ههننها واريحها وهنقش لها على كوبها كده بالحله ومش هخليها محتاجه حاجه واصلا. اوه، وبعدين تتبغدد علي؟ تتبغدد على ابوها، لكن تتبغدد على ولدي؟ لا لا يا ولدي. طبعا كل كل يا ضنايا بالهنا والشفاء، كل يا حبيبي. صباح الخير. خير؟ انت شايفه ان حلقه امبارح دي خير؟ والله لو شايفه كده يبقى صباح الخيرات. المشكله يا منى؟ كويس انك واخده بالك ان في مشكله. المشكله يا ليلى ان انا قلت وبقول وحفضل اقول ان المحطه دي ليها نظام لازم كلنا نمشي عليه، عشان لو ما عملناش كده احنا اللي هنزعل مش حد تاني. وهما بقى يا حبيبتي اكتر حاجه بيعرفوا يعملوها ان هم يزعلوا، مش كده ولا ايه؟ والله اللي يزعل يزعل، هو حر. بص يا ليلى، الطريقه اللي انت بتشتغلي بيها دي يا حبيبتي مهنيه 100%، ما عنديش فيها اي مشكله. بس في حته صغيره كده انت مش واخده بالك منها. انا مش بس مديره المحطه يا ليلى، انا ليا شير فيها وشير كبير، وما عنديش اي استعداد ان حد يخسرها لي لو قفلوها لي. فاهماني؟ فاهماك يا منى، بس برضو عايزه افكرك ان سياسه برنامجي انا اللي بحطها، مش هقبل اي حد يفرض عليا وصايه ومن اي نوع. لو ده مش مريحك نلغي العقد، بس اظن ده برضو هيخسرك فلوس الاعلانات ولا ايه؟ السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام يا استاذ موسى. الا امال فين رجائي؟ بيصلي بس. اتفضل ادخل يا فرغلي. خدي يا اسماء حطي دي في التلاجة لحسن تسيح. حاضر. استني يا اسماء، وريني التورته دي منين. رجائي يعني ايه وريني التورته دي؟ هكون جايبها من المقله يعني؟ يا فرغلي وانا تايه عن حركاتك. انت قلت حاجه يا موسى؟ انا يمين الله ما فتحت بقي ولا قلت اي حاجه. انت لوحدك اللي مفضوح يا مفضوح. ايوه ايوه، بس هو فاهم ان انا مش هعرف يعني. والله العظيم المره دي شاريها من المحل يا فرغالي، يعني مش عاملها على ايدك وجايب كرتونه فاضيه وحاططها فيها. ان شاء الله المره دي هيطلع طعمها قلقاش. عيب الكلام ده يا رجائي، دي كانت مره وعدت وخلاص، وانت عارف وقتها ظروفها كانت ايه. ايوه، لما رحت تطلب القرشانه منادي وكانوا هيقرطزوك يا قفل. بس زي بعض يا سيدي، خديها يا اسماء، عيد الميلاد لسه بكره. بس لا تقلق، اوعى تقلق من اي حاجه،
تاريخ الصلاحيه كده شغاله. وبعدين انت هتاخدنا في 10 بلدي عايز تغلوش علينا ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ذئب الاناضول يا متحرش وسط البلد؟ انا؟ ايوه انت قاعد انت واسماء لوحدكم وعامل لي بتصلي يا راجل عيب اتقل انت هو ما يصحش احنا برضو اللي نتقي الله برضو طب عليا النعمه انتوا الجوز ولا الكلب الله الله وانا مش عايز منكم حاجه انت جبت الترطاي يلا توكل على الله عيب يلا انت احنا في بيتك بيتي يلا ودي الهديه اللي جايه يلا بره الله بره يا عبد الكلب انت بره الله الله كده بره كده برضو سلام يا اخويا كده بس ما نتاخروش بكره ها سو الخميس بك يا جدع ما فيش زي ده ام حديتها ابدا شكلك كده راجع من البلد اهي مرة كل فين وفين؟ هو أنت بتسأل؟ ما صدقت أبو العزم قال لك خد شهر إجازة وغبت وقلت عدولي، وبعدين أبوك ما قالكش إني سألت عليك. قال لي. كانش ليه نفسي أكلم حد. ماشي يا سيدي. مالك؟ سليم كويس؟ سليم تمام. ده أكتر حاجة في الدنيا محسسني ليها قيمة وتستحق أعيش عشانها. في نفس الوقت برضو اكتر حاجه مأكده لي ان اللي بيحصل ده غلط يا علي برضو يبقى لسه زعلان مني عادي بقى ده مش هغير حاجه في اللي حصل ما تروق يا برنس في عمليه وكان لازم تتنفذ زي ما اتحطت والواد الصغير ذنبه ايه لو ابني ولا ابنك دمه كان هيبقى في رقبه مين في رقبتهم طبعا كفايه بقى كفايه بقى ما تضحكش على نفسك احنا خطتنا اترسمت واتفقنا عليها غيرنا فيها هم اللي غيروا اتفاقهم وبدل ما يجي ابو ياسر يسلم ويستلم بعتلنا الواد الصغير يبقى ذنبه في رقبه مين احنا ولا هم لو ابني او ابنك زي ما بتقول هتبعته مشوار زي ده ما تجاوبني كفايه كلام علي انا بجد ما بقتش حابه اتكلم معاك علشان بقنعك وانت عارف من جواك اللي انا بقوله صح صح مساء الخير يا رجالة أخباركم إيه؟ تمام سعادة اتفضل ها استريحت يا جمال؟ تمام سعادة أحب أقول لكم إن عملية الأنفاق الأخيرة عملت صدى هائل في حالة تحفز من المهربين على الجنبين. في مناوشات مع حرس الحدود وتقريبا في اصابات منهم. في حفر متزايد للانفاق. كمية السلاح اللي دخلت واتمسكت في شهر قد اللي اتمسكت في سنة بحالها. يعني احنا باللي عملناه زود الخطر ما قللوش. جرى ايه يا علي؟ الاجازة نست صاحبك الشغل ولا ايه؟ الخطر موجود على طول. كل ما في الامر ان انتوا اللي عملتوه دوت زود حاله القلق والتوتر وده بيدي فرصه للنظام لفرض سيطرته على البلاد وفي نفس الوقت بنبعت رساله للعالم الخارجي ان احنا مخترقين ومهددين على طول وفي نفس الوقت بيدينا الضوء الاخضر لاي ممارسات او سياسات نحب ننفذها جوه البلاد وبنفس الوقت بيضمن لكم حمايه كامله يعني اكتر من هدف وبطاقه واحده استعديتوا للعملية الجاية ولا لا؟ جاهزين سعادتك. محتاجين بس ساعة الصف. أحب أسمع خطتكم الأول وبعدين نتكلم. يا خالتو لو أعرف رضا فين كنت أستريح، عاوزاهم يقولوا لي أي حاجة، لكن الحيرة اللي أنا فيها دي صعب وصعبة قوي كمان. عارفة يا بنتي والله عارفة وحاسة بيكي. ربنا ما يكتبها على حد. يا روبا اللي حصل لرضا ده حصل لناس زمايلنا قبل كده وما بيخرجش على احتمال واحد انه مقبوض عليه وممسوك في امن الدوله في اي حته تبعهم وبدون اي سند قانوني ايوه يا ليلى انا فاهمه ده كويس وكمان كنت متوقعه ان يجرى له كده بس عاوزه حد ياكد لي على ده احنا بنتكلم في اكتر من شهر يعني عاوزين منه ايه وبيعملوا معاه ايه كل ده
انت مش قلتي اكتر من شهر؟ في ناس بتوصل معاهم الحكايه لسنين. يا هاني عليك يا ابني، انا كان قلبي متوغش من اخر مقاله كتبها في الجورنال. ربنا يستر يا طنط. المشكله ان كل ما اروح لحد يقولوا لي لسه ما جالناش معلومات، لسه بنعمل تحريات، انا خلاص مش قادره استحمل. له راي خاص، فهو صاحب نظره متفائله. بصي احنا لازم نشوف حد يساعدنا نعرف رضا محبوس فين وليه. حد زي مين؟ لان قضايا التعذيب لا تسقط بالتقدم. يعني لو قلت لحضرتك عدد المعتقلين على مدار السنين اللي فاتت دول كام؟ وكانوا بيعملوا ايه؟ مش هتصدق. بتحاسب يا جدع انت؟ في ايه؟ هو انت بتخافش عليا زي ما بخاف عليك؟ واحنا مش متفقين نفضل طول عمرنا مع بعض؟ كيف ايه؟ عايز تروح المستشفى وتقعد حقن؟ افضل انا قاعد في البيت لوحدي؟ لا. ما تخلي بالك من نفسك. وهات بوسك. تعالى بقى شوف جبت لك ايه. يلا يا ولاد. بابي ادي لما نطلع فوق هتفتحها وانت تعرف. ايه بطلع لك؟ يلا البير تعالى يا حبيبي. كل حاجه ما وحشكش اكل ماما؟ طبعا وحشني يا ماما. تعالي انت اقعدي معايا، انت وحشاني اكتر. وانت كمان وحشتني قوي. الغيبه المره دي طولت قوي، كنت خايفه احسن اموت من غير ما اشوفك. بس بسلم عليك يا ماما، ما بتقوليش كده. قول لها ان انا حبيتها قوي من ساعه ما دخلت عليا امبارح. مارلين حاضر. مارلين مارلين تعالي تعالي اسمعي ماما بتقول ايه. بتحبك قوي ماما. وانا كمان يا تاونت حبيتك كتير. انت كتير مهضومه. طب تعالي بقى كلي حاجه حلوه، لا هتلاقيها في لبنان ولا هتلاقيها في امريكا. تعالي دوقي اكل امي بقى. ومرتين بابا وجو. جو خرج راح المطار علشان الشنطه اللي ضايعه، اتصلوا بيه وبابا نزل يشتري حاجه من تحت. قول لي الاول انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. احكي لي انت بقى اخبارك ايه؟ يا حاج عشان خاطري بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. دي واحده راميه ابنها من زمان وكلنا عارفين الكلام ده. عايزنا اكلمها عشان تقول للواد كل سنه وانت طيب. يا ابني ما بقولكش انت اعمل كده، انا اللي هعمل كده. وليه يا حاج اصلا؟ قوم يا ابني. وانا بقوم ومكفي عن كل حاجه. وانت ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا رب. ده انت اللي علمتنا الحنيه ما بتتشريش. عندك حق يا ابني، انت برضه معشر اكتر وعارف. انساها بقى خالص والنبي، انسى ان في واحده اسمها فريال دخلت حياتنا من اصله. انا ادخل انام ساعتين. يا سليم سليم انا هنام ساعتين وصحيني. اوكي كيتو كيتو. هي ساعتين يعني ايه؟ حاب اقول لك مش عارف يعني ايه ساعتين. يعني ايه؟ يعني ثلاث ساعات. اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور والجمال ده كله؟ ميرسي. اتفضلي. والله كان عندي اجتماع مهم قوي بس لغيته اول ما عرفت انك وصلتي. اجتماع اهم مني يا كومي. طالما لغيته يبقى انت اهم حاجه عندي. دلوقتي بقيت مهمه بالنسبه لك مش كده؟ ابقى راجل كذاب لو قلت لا. في حد في الزمن ده بيلاقي البنوره المسحوره؟ تقعد قدامه تحكي له حواديت واسرار وسبحان الله كلها حقيقيه ومن غير ما تطلب منه اي حاجه او تكلفه اي شيء. شفت ازاي؟ بس ده مزعلني قوي لانك كل مره بترفضي الهديه. ويا ترى بقى ده مزعلك ولا مقلقك؟ ما اخبيش عليكي الاتنين في بعض. حاكم مفيش حد في الزمن ده بيدي من غير ما ياخد، واللي اديتيهولي كتير قوي يا فريال. طب اسمع بقى البنوره هتقول لك ايه المره دي وبعدين نتكلم. مدد يا بنوره مدد. الخواجه فيكتور ارمانيوس تسمع عنه؟ اه. مش ده اللي عنده 900 متر بنا في ارض شريف؟ كان تقريبا في خناقه بينه وبين الورثه والبنك وقصه كده، ماله ده؟ البنك مستعد يتنازل ويطلع من الحدوته خالص مقابل كلام فارغ 10 12 مليون. الارض تساوي ولا 50 مليون؟ طب والورثه؟ تعيش انت. أبوس البنورة.
فاكر أول مرة جيت لك فيها يا كومي وما كنتش عايز تقابلني؟ ما خبيش عليكي، اللي قابلين قالوا اللي ما عرفك يجالك، وهدينا بنعرف بعض وكل مدى بنقرب أكتر. بس قالوا كمان تعرف فلان عشرته، يبقى ما تعرفوش. أنا عرفت عنك كل حاجة من أول يوم دخلتي عندي مكتبي. متزعليش مني، ده سوق ولازم أحرص، بس اللي عرفته ما كفانيش. فإيه رأيك نعرف بعض للآخر وبشرى ربنا؟ قلت إيه؟ قلت نتعرف يا كومي. اتفضل يا سيدي. ودي كمان يا جد. لا دي كمان ايه؟ انا نفسي اتقطع بقى يا سوري. روح لعمك موسى. يا موسى سيب الفرجه على التلفزيون دلوقتي وتعالى انفخ البلالين دي. يا سيدي وانا فيا نفس للنفخ؟ اديهم لفرغال ينفخهم لك. بقول لكم ايه؟ حلوا عني، انا بدوخ من نفخ. معقوله كده؟ الصحه في ايه؟ تعالى يا ابو صحه انت انفخهم يا اخويا. لا يا باشا انا ماليش فيه خالص ده. طيب لما بابا يصحى هينفخهم لك هو. يوبا يا جدو. خلاص وحياة جدو ما تزعل. بقول لك ايه، اديهم للواد بتاع البوتيك تحت وقول له جدو بيقول لك انفخهم لي وهاتهم جاهزين وانا هحاسبه عليهم. حاضر. يلا بالسلامه. بقول لك ايه، صحي باباك قبل ما تنزل عشان الساعتين خلصوا. بابي بابي بابي. بابي بابي. يلا يا بابي ساعتين خلص وانكل اشرف مستنيك بره. ماشي يا حبيبي انا صحيت خلاص، روح انت. اوكي. علي يا علي. قوم يلا هنتاخر على عيد الميلاد. روح انت وخدي له لعبه معاكي وخلاص. هو انا بقول لك عشان تقولي اعمل ايه؟ قوم يلا البس هدومك بسرعه. وانا عندي شغل ومش هينفع اسيبه واروح. طز في الشغل. ده عيد ميلاد ابن صاحبك وانا قايله لك من الصبح، واظن شكلها هيبقى وحش قوي لو انا رايحه لوحدي وانت مش في ايدي، ولا انت شايف ايه؟ وانا حبيبتي لو سمحتي. خلاص يا علي ما تجيش، انا رايحه لوحدي. ماشي هخلص اللي ورايا وحصلك على طول. قلت لك ما تجيش. وانا حبيبتي قلت لك ما تجيش يا علي، هي كلمه واحده بدل ما اخلي شكلك وحش قدام الناس. اتفضل. شكرا يا اسماء. ازيك يا اشرف؟ اهلا يا اخويا. اخبارك ايه؟ يا عم انت بتسال. والله مشغول يا اشرف. الدرجه دي يعني؟ اسال علي وهو يقول لك. يا عم علي مين؟ هو علي ده صاحبي اصلا، هو انا بشوفه الا معاك. طب قول لي بقى اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله زي الفل، ساعة ما فتحت المكتب والدنيا حلوه. شايفك عمال تطلع في التلفزيون مولعه، انت عامل لي فيها نجمه. اوعى. طب ايه مش ناوي تسافر تاني خلاص؟ لا يا عم خلاص، جبنا الشهاده وشكرا، وبعدين كل ما اسافر وارجع الاقي الحال بحلاوتك. اوبا الضحكه دي عارفها. قول لي مين؟ لا ابدا يا عم مفيش اي حاجه. يا دول يا ده العشر. هقول لك بس ما تقولش لحد. ماشي. بصراحة معايا حتة كده في الهادي. أيوة مين يعني؟ أسماء. أسماء مين؟ أسماء أسماء أسماء؟ تصدق إن أنا عيل حمار اللي قاعد معاك. هروح أشوف أبوك بيعمل إيه. إزيك يا منى؟ هاي أشرف. أهلا يا منى، أنت هنا؟ أنا هنا من زمان. ماله ده؟ أهو يعني بشتغل شوية. ويا ترى هتفضل تشتغل الناس كده كتير؟ امال علي فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ بيقول عنده شغل. وانت طبعا مش مصدقه يعني؟ تفتكر هتفرق يعني اذا كنت صدق ولا لا؟ لا. يا منى علي بيحبك، حاولوا تظبطوا حياتكم شويه، غيري طريقتك معاه. طب ما انا حواليا ناس كتير بيحبوني ومتعودين على طريقتي، يبقى اتعب نفسي ليه بقى واتغير؟ بعدين تفتكر واحد زي علي يستاهل؟ ما اعتقدش. يلا يا اولاد اتاخرنا، الولاد عايزين يناموا. يلا عشان نطفي الشمع. هابي بيرثدي تو ستيف، هابي بيرثدي.
سليم مالك ليه؟ سليم سليم مالك يا سليم؟ حضرتك قلت ان دي مش اول مره تحصل له الازمه. جات له قبل كده والدكتور كتب له على بخاخه. انا شايف ان صدره مقفول تماما وده مؤشر مش كويس. وبعدين الافضل ينتظر معانا هنا ال 24 ساعه. انا مش عايز تقلب معانا بحاله مزمنه وان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. قريبه كل شويه تقعد تجيبنا في المستشفيات ولا ايه؟ ما تخافش بكره تخف وتلعب وتتنطط وبقى زي الفل ان شاء الله. عايز ايه؟ عايز ابوسك. الحمد لله على سلامه سليم. عزمي قلقان من ناحيتك، حاول تطمنه. هو كلمني وقلت له ايه؟ اقول له يعني قلت له تمام. تمام؟ طريقه كلامك بتقول انه مش تمام خالص. في ايه؟ حسسني كانها اول مره. يا ريت الزمن يرجع بينا وتبقى اول مره. اكيد كنت هرفض ومش هعمل كده. ترفض؟ بص يا صاحبي، كل واحد فينا بتيجي عليه لحظات بحس انه لازم يراجع نفسه. ده مش عيب، بالعكس ده كويس جدا. بس المهم تعمل ده امتى؟ الوقت اللي انت اخترته مش صح يا صاحبي. كمل وبعدين راجع نفسك. يا اخي يا اخي بطل بقى لما تكلمني كلمني بلسان ابو العزم. تقعد تسمع لي في الكلمتين اللي مالي بيهم دماغك. اتكلم معايا علي. علي صاحبي. علي اللي بيفهمني واقف في صفي على طول. على فكره أبو العزم غير ساعة الصفر، بقت معقول دقيقة في السنة الجديدة. احنا نضربهم هم بيصلوا يا علي؟ في ايه يا صاحبي؟ في ايه؟ اوعى تفتكر انك مرضي عنك كده. انا ادم منك وياما لميت من وراك كتير ولحقتك من غير ما تعرف. وانا ياما لميت من وراك كتير من غير ما تعرف. بس لو نحسبها كده علي، عمرنا احنا الاتنين ما كنا نتقابل في سكة واحدة ابدا. فكر فكر يا اخي واحسبها صح بقى. ناوي على ايه دلوقتي؟ اكيد انا مش موافق. اللي انتوا بتعملوه ده جنان. روح قول له كده واتكلم عن نفسك بس. وانا زي ما قلت لك، انت خلاص مفيش فايده من الكلام معاك. انت واحد ما بقاش عنده قلب علي. متشكرين يا سيدي، هعتبر ده مدح على فكره. والاخر مره بنصحك، ده شغل. زي ما في ناس بتعمل شغلها، احنا كمان بنعمل شغلنا. وان كان حصل او هيحصل غلط فده وارد. اوعى تخليه ياثر عليك. أنا شفت حاجات تخوف أكتر من كده. يمكن أنت شفت حاجات تخوف أكتر من كده، بس عمرك ما حسيت اللي أنا حسيته. يلا بقى سليم، التورتايه مستنياك زي ما هي، ما حدش جاي جنبها. مين اللي هياكلها دي يا وحش؟ انا بابي. بس وجده اللي اتقطع نفسه ونفخ البلالين. ماشي يا سليم. ماشي وجده، بس حته صغيره قد كده عشان السكر. يا حبيب جده انت يا اللي خاف على صحتي. تمام مفيش حاجة، بس كنت احتمال اسافر كده يومين شغل. احتمال ولا مسافر فعلا؟ لا مسافر، بس عايزك تخلي بالك من نفسك ومن سليم. اوعى يا حاج
اوعى فريال تيجي تقول لك هاخد سليمة الدولة. ما تقلقش حبيبي، سافر انت بالسلامة وما تشيلش هم. بس يا حاج. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انت اللي جابك هنا؟ ابني وجاي ازوره. ابنك؟ دلوقتي لما بقى في المستشفى بقى ابنك؟ من حقي ان انا اشوف ابني في اي وقت وفي اي مكان. بقول لك ايه؟ الشويتين دول ما تعملهمش عليا انا. انا لو مش عايز اخليك تشوفيه مش هخليك تشوفيه، وانت عارفه كده كويس. ده كان زمان. فعلا. ماشي. بكره نشوف يا فريال. سلام الطيبة يا فيفي. أهلا. أخبارك إيه؟ أحسن منك. ده أكيد. أنت زي ما تقوليش إن سليم في المستشفى. أنت عارفة بقى المشاكل العائلية اللي بيني وبين جمال دي أنا ماليش فيها. وبعدين عشان أتدخل محتاج توكيل رسمي. إيه اللذاذة دي؟ يا ترى بقى اللذاذة دي من الدرينكين اللي أنت شاربهم فعدلين لك دماغك؟ ولا اتعلمت الخفة من صاحبك؟ لا عشان اتعديت من صاحبي. لو ليلي صحيح، هو انت وسعد الكومي هتتجوزوا فعلا؟ الله، ده انت ماشي بتلم اخباري بقى؟ خالص، اخبارك ما تهمنيش، انا يهمني اخبار سعد الكومي. انا وسعد كتبنا كتابنا خلاص، يعني عشان تبقى تزودها على الاخبار اللي عندك. طب والله الف الف مبروك. ويا ترى بقى عارفه انه كان متجوز مرتين وعنده ولاد. عايز حاجه تانيه؟ طب والله تمام، الف مبروك. مساء الخير يا كوميدي. ازيك يا متر؟ ازيك؟ استأذنكم. وحشتني. وانت كمان. بس انت طيب. وانت طيب. اديني سجارة عشان سجاري خلصت. منى اديني سجارة.
راح فين؟ هابي نيو يير يا جماعة. انت بقى بالذاتي حلوة. هابي نيو يير قوي. طبعا انت أول واحدة لازم تيجي تحتفل بالنيو يير. عشان ده أول يوم في عمرك من ساعة ما عرفتي البيت. ولا إيه يا أشرف؟ عارفة ليه؟ عشان أنت ولا حاجة. أنت أصلا كلك على بعضك كده ولا حاجة. كومي اتصرف. يلا منى كفايه كده. ايه يلا منى ما تبوظيش الليله. انت مالك انت يا باظ الليله؟ ايه هي اصلا بايظه وانتوا كلكم بايظين. ما اسف يا جماعه معلش. يلا انت كمان بايظ. يلا ماشي دلوقتي. بس لا شكرا قوي.